الآن لو جينا نعمل حاجة اسمها ديبج للتطبيق تبعك أو للكود تبعك، الديبج هذا فكرته باختصار إنه هو بيتبع الكود بيفرجيك كيف بيتم تنفيذه بالضبط، بتضغط على الإشارة اللي موجودة هنا، تمام؟ طبعا أنت لازم قبل ما تضغط على الإشارة تحدد السطر اللي بدك تبدأ تتبعه من عنده، مثلا بدي أحدد السطر هذا بضغط على المنطقة الفاضية بضوي لي أحمر، وباجي بضغط على هذه، لما أضغط على هذه إيش راح يسوي؟ هيو بدأ البرنامج، البرنامج بدأ ووقف لي هنا، لسه البرنامج واقف، تمام؟ هذه الشاشة الخاصة بالديبج تبعتي. طيب في عندي حاجة هنا، هذه الحاجة ايش بتسوي؟ بتنزل على الجملة الثانية، يعني بتنفذ الجملة اللي وراها. هيو نفذ الجملة الأولى، هيو قال لك ايه قيمتها 50، نفذ الجملة الثانية قال لك الاي قيمتها البي قيمتها 20. طيب جميل، اجى هنا فحص، شايف هيو دخل هو البرنامج واقف هنا، اي اكبر من بي، الاي 50 والبي 20، ايش هيسوي؟ هيقول لي نعم، ما دام الاي اكبر من بي فايش سوى؟ دخل هنا وطبع لي ايش؟ طبع لي ايه، نفذ جملة طباعة الاي. لاحظ وين هينتقل هالجيت، شوف الكود، لاحظ لما تضغط التالي هينتقل للاخر، ما دخل هنا ليش؟ لانه الكود هذا ما دخله لانه الشرط هنا خلاص اتحقق فمش هيفوت هنا. طيب خلاص هيك طفى البرنامج. طيب تعال نغير نخليها 10 زي قبل شويه ونشوف البرنامج وين هيروح، وبنضغط هنا وبنضغط على علامه التتبع او الديباج، هي البرنامج وقف هنا، بتضغط على انه يمشي، شايف هي الاي 10، هي البي 20، هيو اجى هنا، هنا حاليا هو بيفحص، قاعد فحص الاي اكبر من البي، هنشوف ايش هيسوي، شوف انتقل هنا مباشرة، ليش؟ لانه هذا الشرط ما تحقق، واذا ما تحقق الشرط هذا مش هيفوت هنا، يعني اذا كان ناتج العملية هذه فولس مش هيفوت ينفذ هذه، اذا كان ناتجها ترو بيفوت ينفذها، هذا اللي بنقصد فيه تحقق. فهيو فات هنا ونفذ طبع البي اللي هي عبارة عن 20، هي طبع لك في الناتج عبارة عن ايش؟ عبارة عن 20، تمام.